احنا في بداية الأمر احنا كنا يعني دلوقتي في تطور عن الأول كتير الحمد لله بفضل الله. يعني التصنيع في مصر بقى أفضل من الأول، وبتوفر لنا حاجات برضو ما كانتش موجودة، ونفسنا يكون برضو في إمكانيات أكتر من اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. الآلات اللي هي بتصنع النجف والأباليك والدلايات، احنا ما عندناش إمكانيات زي الصين مثلا، احنا بنستورد من الصين، فاحنا دلوقتي اي منتج صيني بنقلده في مصر بس بامكانيات ضعيفه، لان ما عندناش الالات اللي في الصين. فالالات في الصين غاليه جدا عندنا، يعني لو هتتوفر بالنسبه للمنتج المصري هتقلل معانا التكلفه، ومش هنحتاج لاي دوله نستورد منها شغل تاني. يعني طبعا المصري افضل، هي ان شاء الله في تقدم وسعر اقل اضعاف، يعني مثلا اقل، يعني هنا اقل التكلفه واقل اسعار بالنسبه للمنتج المصري، انما كان بالنسبه للمستورد التكلفه بتبقى عاليه جدا، فغصب عني لازم المستورد بيبقى سعره اغلى. لا، بالنسبه دلوقتي للمنتج المصري ان شاء الله في تقدم وفي زياده في الاشكال، في التطورات الأحسن من الصين بأمر الله. احنا بنعمل شغل دلوقتي أحسن من الصين. احنا دلوقتي بنصنع وبنصدر لدول كتير موجودة في العالم. احنا عايزين الأحسن، عايزين صنع في مصر تبقى موجودة في كل ربوع القاهرة وكل ربوع الجمهورية، عايزين جودة عالية، عايزين ننافس زي ما كانت غزل المحلة وكان شغل المنسوجات ويغزو لندن ويغزو العالم كله. احنا عايزين المنتج المصري يكون شريك أساسي في كل دول العالم. طبعا أنا بكلمك عن تجربة شخصية، أنا عندي طبعا الدولة بنت مجموعة مصانع في منطقة العاشر من رمضان اسمها 6 مليون، أنا خدت مصنع كان فيه قرعة وقدمنا فيها وخدنا مصنع مجهز كامل متكامل كل الخدمات. ده مجهود عظيم من الدولة، بس احنا بنتمنى المزيد، نتمنى يكون في بعض الخدمات التانية اللي موجودة في المنطقة على أساس ان احنا نزود الطاقة التصنيعية ويكون عندنا منتج فعلا يليق باسم مصر. انا بقول لأي مستهلك في مصر لازم أن يتمسك بالجودة، لان المنتج المقلد او المنتج القليل في الجودة ده بيضر بصحته. وخدمة ما بعد البيع دي احنا الحمد لله بنديها لكل زبايننا، ان معاه خدمة ما بعد البيع لأكبر فترة ممكنة، لان دي حاجة من الاساسيات اللي احنا بدأناها من ساعة ما اسسنا شركتنا. بدون العمالة العجلة التصنيعية بتتوقف، فاذا كانت العمالة مدربة وعندها خبرة كافية لإدارة العملية التصنيعية المنتج هيطلع بجودة عالية. طبعا اصحاب المنشآت الصناعية لازم يهتموا شوية بالعمال، لان العامل اذا كان مرتاح في المكان هيأدي ويشتغل كويس، اذا كان مش مرتاح طبعا هيروح يدور على مكان تاني او يخرج او يسيب الموضوع المصنع جملة وتفصيلا ويروح يتجه للحاجات اللي ممكن تجيب له فلوس اكتر. نقول له ان شاء الله كلنا وراك يا ريس بفضل الله، ويعني نتمنى ان مصر تكون في تقدم وفي زيادة وفي اشتهار على مستوى العالم كله. آخر حاجة بنفكر فيها في العربية البطارية، لكن لما بتقطع الحياة بتضلم، وآه لو انت على الطريق مفيش ميكانيكي هيرحمك، هتعمل أي حاجة وتدفع اللي يطلب منك علشان العربية تشتغل، أيا كان السعر أيا كان نوع البطارية اللي هتشتريها انت ونصيبك. لكن كل ده كان زمان، دلوقتي شركة جراند باور بتقدم لك الحل، بطارية أكسون اليابانية إحدى منتجات شركة جراند باور، خدمة شغالة على مدار اليوم، اتصل على أي رقم من دول هيتواصلوا معاك فورا، هيوصلك خلال وقت قليل جدا في أي مكان. خدمة العملاء هتقولك السعر وهتساعدك على اختيار مقاس بطاريتك وكمان النوع المناسب لعربيتك. ومش كده وبس، شركة جراند باور بتميزك بخدمة ما بعد البيع،
يعني بتضمن لك ان لو حصل فيها اي حاجة احنا مركز خدمتها ضمان 14 شهر. كل اللي عليك اتصل على اي رقم من دول هيتواصلوا معاك فورا. بطارية اكسو. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال الفضائية، عودة من جديد لحضراتكم بعد غياب فترة طويلة. توقفنا على مدار شهور وتساءل الكثير عن سر التوقف، وفي الحقيقة بنعلن لحضراتكم النهاردة بعد العودة مجددا. يعني يمكن توقفنا طيلة هذه الفترة لأسباب شخصية تتعلق بي شخصيا، وظرف قاسي في الحقيقة عشناه خلال شهور، وظرف عام آخر هحكي لحضراتكم تفاصيله آخر الحلقة. ولكن بتاريخ 15/2 تحديدا رحلت من كنت أكرم من أجلها، رحلت أمي في الحقيقة في هذا التوقيت. وفي الحقيقة هو موقف يعني أضعفني في الحقيقة على المستوى مهني وعلى المستوى الانساني، ومن بعدها في الحقيقه يعني ثلاث شهور وما يزيد عن ذلك بعدت عن حضراتكم، بعدنا عن الشاشه، بعدنا عن عمليات البحث عن الانتاج والمنتجين وعمليات دعم الصناعه اللي تعودتوا حضراتكم تتابعوها معانا على مدار سنين طويله. ولكن رجعنا لحضراتكم من جديد، وان شاء الله هنستمر معاكم في نفس المنهج، في نفس عمليه البحث والتحري والدعم وفقا لتوجيهات السيد الرئيس زي ما اتعودتوا حضراتكم معانا. بندور في كل مربع في كل بؤره في مصر على شخص منتج، شخص يكون على قدره كبيره مع التاقلم مع توجيهات السيد الرئيس بالتحول لعمليات الانتاج بعيدا عن الاعتماد على المستورد. في الحقيقه هي دي المعادله اللي اتكلمنا فيها سنين طويله، وقلنا اذا اردنا مصر قويه، اذا اردنا اقتصاد مصر قوي لا يعتمد على الخارج، لا يهتز بمشاكل الخارج والسوق العالمي، فعلينا بالتحول الى الانتاج. وبالحقيقه شفنا نماذج كثيره، منها تقرير من قليل شفناه مع بعض من خلال شركه لايت لاند للاضاءه، قدرت في الحقيقه خلال القائمين على هذا الكيان خلال يعني فتره وجيزه وفتره بسيطه بداوا يقدموا منتج مصري بديل للمستورد. في هذا الصدد وفي هذا التوقيت فقط مطلوب من وزير التجارة والصناعة يعني الدكتور أحمد سمير، وأنا في الحقيقة أعلم وأعي أن كله أذان صاغية للاستماع إلى رؤى المصنعين وكذا، بالبحث عن في بعض القطاعات التي بدأت بالفعل عمليات إنتاج تغنينا عن الاعتماد على المستورد، وبالتالي توفير الكثير من الدولار. شفنا قطاع مهم زي قطاع الإضاءة والنجف وكذا بدأوا يقدموا منتج مصري، وإن شاء الله كمان بعد شوية هيكون معايا الضيف الباشمهندس خالد الزيدي، وهو صاحب تجربة في تربية النعام، وهو قطاع مهم أنا شايفه في الحقيقة هيفرض نفسه بقوة على السوق المصري في ظل المتغيرات التي نشهدها في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار اللحوم وكذا. تربية النعام ومجال النعام قطاع كبير من الممكن الاستفادة منه بشكل كبير على مستوى الجلود والريش واللحوم، ولكن هنشوف تفاصيله بعد لقائنا مع ضيفي في الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة مع المهندس خالد الزيدي صاحب مؤسسة الزيدي للنعام. عموما يعني واحنا بنتكلم كده بقى على متغيرات السوق وأسعار المادة الخام، نعي جيدا أنه من ضمن الحاجات ومن ضمن الأسباب اللي توقفنا بسببها خلال الفترة الأخيرة يمكن توقف كثير من الصناعات الصغيرة تأثرا بارتفاع أسعار المادة الخام. الفترة اللي فاتت شفت في قطاع صناعة الحلويات استعدادات بداية المصانع، مصانع الحلويات للموسم الجديد، ولكن في الحقيقة جات لنا عشرات من الرسائل والشكاوى المتعلقة بعدم ثبات سعر المنتج والمادة الخام، وبالتالي عدم القدرة على طرح وتحديد سعر منتج أو طرح اسعار منتج او تمني بوجود سيزون او موسم مستقر نسبيا.
اتعودنا كل سنه في هذا التوقيت يكون معانا اسم كبير في عالم صناعه الحلويات، الحاج اشرف المؤمن رحمه الله عليه. في الحقيقه دايما كان ضيف مستمر معانا في التلفزيون بشكل عام والقنوات التلفزيونيه، بيكلمنا عن مستجدات القطاع وشكله واسعاره واخباره. هذا العام بنفتقد هذا الرجل، في الحقيقه اسمه يظل محفور في الذاكره، سواء ذاكره المستهلك او ذاكره من يعمل في هذه الصناعه، لان في الحقيقه له الكثير من المواقف الانسانيه التي يعني يشهد له في القيام من خلالها، من خلال مواقفه مع الكثير من القائمين في هذا المجال، او سواء عمال او صناعيه. كثير من المواقف الانسانيه في الحقيقه لو قعدنا نحكي عليها محتاجين حلقات وحلقات. طيب مداخله جاهزه يا شباب؟ طيب معانا على التليفون يعني احد العاملين في هذا القطاع، قطاع صناعه حلويات المولد، الاستاذ تامر فتحي. الو مساء الخير يا استاذ تامر. الو مساء الخير يا استاذ تامر. ايوه يا فندم، مساء النور. استاذ تامر، الحاج اشرف المؤمن لسه يعني من شويه بقول علامه كبيره في هذه الصناعه، وفي الحقيقه احنا بنفتقده هذا العام، يعني هذه السنه في الحقيقه بنفتقده، لانه تعودنا كل سنه يكون معانا في هذا التوقيت، بيكلمنا ايه الجديد وايه المختلف، ونقدر يعني ناخد القطاع خطوه ازاي لقدام. احكي لي كده عن الحاج اشرف سريعا رحمه الله عليه. الحاج اشرف رحمه الله عليه من مؤسسي الحلويات، من الناس القدامى لمؤسسي حلويات مولد النبي في مصر. الحاج اشرف كان شغله الشاغل ان كيلو الحلويات يوصل للراجل الغلبان اللي هو صاحب الدخل المتوسط. وكان بيراعي ان هو كان حاطط سياسه للمصنع ان يبقى في عندنا اقتصاد، يعني اللي معاه ياكل حلاوه واللي ما معهوش ياكل حلاوه. فهي الفكره كلها دلوقتي في موضوع ايه؟ ان المنتجات عماله بتعلى. هنا 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 بعيدا بقى، بعيدا عن شخص الحاج اشرف، يعني لما نتكلم النهارده عن متغيرات بيشهدها السوق المصري بشكل عام، ارتفاع مستمر للمواد الخام في جميع القطاعات، احكي لي انت كشاب في هذا القطاع في هذه الصناعه، لو فكرت النهارده تنتهج نفس النهج، الغلبان والغني ياكل من الحلال، هل هتقدر؟ يعني قادر تحدد سعر منتج نهائي؟ احكي لي. لا النهارده انا مش قادر احدد سعر المنتج، لان النهارده كل حاجه انا النهارده بعرف سعر بكره بسعر. طبعا دي متغيرات على مستوى العالم كله. انا النهارده كنا بنشتغل، كان الدولار مثلا ب 15 ونص، النهارده الدولار وصل 35 وكسور. فطبعا واحنا موادنا كلها في الحلاوه مواد زراعيه، سكر وعسل وفول وسمسم وحمص وجوز هند. طبعا جوز الهند احنا بنستورده، النهارده انا كنت بستورد جوز الهند ب 42 جنيه، النهارده جوز الهند واقف عليا ب 76 جنيه. 76 جنيه. شكار جوز الهند عامله 1800 جنيه. هل 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 استقبال الموسم الجديد مع ارتفاع المواد الخام بهذا الشكل وهذا الحجم اللي بنسمعه، هل اثر على فكره التشغيل السنه دي؟ يعني هل قررتوا ان يكون طاقتكم الانتاجيه اقل وبالتالي احتياج اقل من العماله؟ احكي لي شكل الاستعداد للموسم ازاي؟ اكيد طبعا استعدادنا مش زي كل سنه، كل سنه انت بتضخ كميه محدده، مثلا انك تغطي سوق مصنع مؤمن معروف ان هو ماسك مناطق كبيره وتغطيه في السوق كبيره، حاجه معروفه. فانت النهارده مش هتقدر مع الغلو ده تضخ الكميه دي كلها للغلا. النهارده مثلا اللي بيجي يشتري علبه حلاوه مع مثلا 500 جنيه جاي عارف بيجيب بيهم مثلا 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو حسب احتياجاته. النهارده هو عارف ال 500 جنيه دول هو مش عارف هيجيب بيهم ايه. النهارده احنا مش عارفين نحدد المنتج ده على هيوصل للمستهلك دي كام. استاذ تامر فتحي انا بشكرك شكرا جزيلا، وفي الحقيقه هنكون متواصلين معاكم ومع المشاهدين خلال الفتره القادمه للتعرف على تفاصيل اكثر تتعلق بالموسم وقطاع الحلويات خلال الفترة القادمة، شكرا جزيلا. طبعا زي ما حضراتكم سمعتم المادة الخام يعني يمكن أكبر مشكلة حصرت وواجهت الصناعة المصرية وتطورها الملحوظ اللي تابعناه خلال سنوات، لكن الفترة الأخيرة شفنا ترنح للصناعة المصرية نتيجة عدم ثبات سعر المادة الخام، وفي الحقيقة بقول إن ده موجود في جميع القطاعات. هنطلع سريعا لمصنع بريسك لصناعة الكوتشي، هنسمع منه برضه تفصيلة تتعلق بتأثر قطاعه بتغير سعر المادة الخام، ونرجع نستقبل ضيفنا اللي هيكلمنا النهاردة عن النعام وتربية النعام وكيفية الاستفادة من النعام وهذا القطاع كيف نستفيد منه في ظل متغيرات الأسواق.
تعالوا مشاهدينا نروح سريعا مع بعض للمصنع بريسك ونرجع نستقبل ضيفنا بعد التقرير. الخامات المستوردة هي دي اللي بتأثر معانا في الشغل وأثرت معانا بشكل مباشر، عشان الدولار لما جيت حرك الحركة الكبيرة ندرة المادة، ندرة المادة وغلو سعرها. ما هنا هنا انت بين شقين، شق ان المادة ناقصة موجود ناقصة في السوق، وشق ان هي غالية. يعني انا ممكن الغالي انا هشتري والزبون هيتحمل فرق السعر، لكن ممكن اجي انزل اجيب الخامة عليها ناقصة، طب اعمل ايه؟ طب انا رضيت ان انا اخدها غاليه، بس عايز اوفرها مش متوفره. احنا كل شغلنا بيعتمد على المواد الخام المستورده من بره، ان احنا في العصب الصناعه احنا المواد الخام عندنا ناقصه. كشغل احنا الخامه البي في سي، خامه البروتان، الخامه الجلود الصناعيه، المواد اللزق، الاكسسوارات، ده بنستورده من بره. طبعا انا بشتغل مثلا في اكسسوار معين بجيبه من تجار، بشتغل وبعمل موديل وبنزله، بعد فتره ما بلاقيش الاكسسوار ده، خلص، على بال ما التاجر يبعت يجيب رساله تاني بيقعد 3 شهور، انا كده تعطلت وقفت. ادور على البديل المصري، الاقي البديل المصري مش هو بجوده الايه المستورد. دي عقبه برضو بتقابلني. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له وكلنا بندعمه وكلنا في ظهره، بس اتمنى ان الصناعه بتاعتنا تتطور عن كده. يعني بمعنى ايه؟ ان يبقى فيها مجالات للتكنولوجيا، ان يعني يبقى فيه مكن حديث. احنا الناس اللي بره دي سبقتنا ليه؟ ان هم عندهم امكانيات في المكن، عندهم تطوير، عندهم مساعدات بتقوي الصناعه عندهم، وبيفرقوا عننا في السعر وفي الجوده. ما انا النهارده بقدر لما اقدر اشتغل وعندي خاماتي متوفره وعندي سعر اقدر انافس بيه، هقدر اشتغل وهقدر انافس الشغل اللي بره، وهقدر ابيع وهقدر اخرج للسوق الخارجي. رجعنا لحضراتكم جديد، وزي ما شفنا نصف الحلقه الاول في الحقيقه بيدور حوالين متغيرات السوق المصري والبحث عن البدائل وارتفاع الماده الخام اللي في الحقيقه اثر على جميع القطاعات، لكن بنشوف مع ارتفاع اسعار اللحوم في الفتره الاخيره اتجاه قوي ناحيه النعام وتربيه النعام اللي ممكن نستفيد منه من هذا المجال وهذا القطاع بشكل كبير. تفاصيل كتير هنتعرف عليها في هذا القطاع من خلال ضيفي وضيفكم اللي مشرفني النهارده في الاستديو، الباشمهندس خالد الزيدي. منورنا يا باشمهندس. بحضرتك يا استاذ باشمهندس. يعني انا عملت يعني بدات مقدمه عن متغيرات السوق والبحث عن البدائل. هل النعام كقطاع وتربيه النعام متغير مهم في السوق المصري خلال الفتره الاخيره؟ هو بديل مهم، وفي حاجه كمان بتسمح لنا ان احنا ندخل بقوه كمصر، لان النعام بيحتاج، هو كائن صحراوي. فاحنا النهارده عندنا يعني مناخنا، تقصد مناخنا مناسب؟ المناخ في مصر مناسب جدا للنعام، لانه بيتحمل درجه حراره فوق ال 50 درجه. واحنا عندنا فرصه ان مساحات كبيره موجوده صحراويه، وان احنا نقدر نستفاد اقصى استفاده، وكمان ممكن قريب جدا نبتدي ان احنا نصدر. وبالفعل في دلوقتي دول عربيه كتير بتحاول ان هي تستورد الكتكوت بتاع النعام من مصر.
انت كم سنه في هذا المجال يعني؟ اسمح لي انا مش فاكر كبير. مؤسسة الزيدي وكذا وهي مسؤوله عن هذا. انا كنت حابب. احكي لي تجربتك. انا كنت حابب جدا المجال. ممكن اكون اتاخرت فيه شويه ان انا ما دخلتوش بسرعه لاني درسته من كل الجوانب بتاعته اولا يعني، وحبي لي هو اللي خلاني اعمل المشروع بعد دراسه وافيه للموضوع. دلوقتي مثلا في مصر قله او ندره اللحوم مش البلديه في اسعار يعني، خلينا نقول ما عشان أسعار. احنا برضو معتمدين مثلا في اوقات على السودان، على السوداني وكذا ده حقيقي، ولحوم مستورده، فممكن السودان حصل فيها مشاكل عطلتنا عن الاستيراد الكلام ده بالظبط. تربيه الحاجات البلديه دي بيبقى مثلا ممكن بتديني راس في السنه. انما النعام صحيح. النعام دلوقتي ممكن يوفر لك الاسره الواحده اللي هي عباره عن ذكر واتنين انثى ممكن متوسط من 150 ل 200 كتكوت في السنه. يعني تقصد ان بدايه المشروع النهارده يعني هذا الكلام كمان لكل شاب بيتابعنا وكل حد بيفكر وفي ناس مشروع في هذا القطاع. في ناس نجحت جدا في المجال بداوا بكتكوتين صغيرين. كتكوتين بحجم تكلفه كبيره، مش عايز اعرف الرقم طبعا. بحجم لا تكلفه كبيره. حجم التكلفه بالنسبه للمجال مش كبير خالص. يعني بس هو مجال كويس وسريع النمو. النهارده لما يكون عندي انتاج من الكتكوت وفير في مصر النهارده، ان مثلا يعني الاسره لما تنتج لي من 150 ل 200 كتكوت في السنه، في السنه يعني بدل ان انا مثلا بينتج راس في المواشي قد يستغرق يعني الوقت بقى رحله النمو. رحله النمو ان انا ممكن الكتكوت من عمر يوم لحد 7-8 شهور يبتدي الذبح. يبتدي الذبح سن التزاوج بيبقى مثلا عند الانثى في فوقات من سنه ونص، بس الانسب بيبقى سنتين. وعند الذكر من 3 سنين ل 4 سنين. بيبقى نسبه الخصوبه عاليه بتاعتهم، ان هو مثلا الكتكوت يبقى طالع حجمه كويس ويبقى يقدر يقاوم، ونسبه الخصوبه بتاع البيضة ان ما يبقاش عندي نسبه هالك من البيض. حتى البيض لو في نسبه هالك احنا بنستخدمه بنعمل منه شويه ديكورات كده، حتى الحاجه اللي هي يعتبر فاسده فيه لا بنستفاد منها. انت بتتكلم على مشروع بسيط وامكانياته بسيطه والريس زي ما حضرتك يعني شايف كده، يعني العام يحتاج الى درجه حراره عاليه واراضي صحراويه، ده في الحقيقه عندنا مساحات شاسعه منه في الحقيقه جدا. مشروع بتكلفه بسيطه وانتاجه وفير، وانت بتتكلم على ناحيه ومن ناحيه العلف احنا ابتدينا دلوقتي ما نعتمدش على المستورد كمان يعني النهارده. انا كنت في الحقيقه لسه هسالك هذا السؤال. انا بالنسبه لي انا ابتديت ان انا منتجات محليه سعرها قليل جدا، في يعني يعتبر حاجه برضو ايه اقتصاديه جدا وهتوفر عمله صعبه اللي احنا بنستورد بيها العلف، لان ده بيبقى تعمل ايه؟ احكي لي. احنا عشان بلد المفروض ان هي بلد ريفيه، عندنا موضوع اللي هو البرسيم الحجازي ده بيتنشف، والفول الصويا والرده الخشنه اللي هي بتطلع النخاله بتاع الدقيق، وبنضيف ليها شويه عناصر كده برضو املاح معدنيه وحاجات. يعني دورت على البديل. البديل يعني اللي هو رخيص جدا. البديل الرخيص للناس بتربيه وبرضو ما يحملش الدوله تكلفه استيراد علف. انا في الحقيقه بحييك يا باشمهندس خالد، ربنا يعزك، وبحيي كل شخص منتج يبدع في البحث عن بديل. يعني النهارده الماده الخام في الحقيقه نتيجه تاثر بظروف عالميه النهارده، لا احنا ترتفع. دلوقتي بنقدر ان احنا بالزبط. نحل المشكله دي بالزبط. وبنعتمد على حاجه سعرها قليل تخلينا ان احنا نقلل في التكلفه بتاعه التربيه، وبالفعل ان شاء الله قريب يبقى اسعار النعام في متناول الجميع. المشروع في الحقيقه هو مشروع قديم ان شاء الله، ولكن شفناه الفتره الاخيره ابتدى ينمو، في ناس ابتدت تتجه ليه كتير بعد غلو اسعار اللحوم البلديه. ولانه برضو انتاجه سريع وانتاج وفير في موضوع الاسر. هنا الانتاج الوفير والسريع، احنا قلنا 6 شهور نبدا الاستفاده من النعامه كلحوم. وممكن اللحوم بقى احنا مش عايزين نكتفي باللحوم. انت النهارده مثلا دهون النعام بتاخدها شركات الادويه بتدخل في علاج الام المفاصل، وهي من اقوى العلاجات لالام المفاصل والمسكنات. وفي دلوقتي مثلا الريش،
الريش. انا يعني مشهد جميل النهارده ومنظر جميل في الاستديو. نقدر نستفيد. وانا بحيي كمان يعني فريق الصحه والجمال والمخرج بره على هذا المشهد الجميل. ربنا يبارك فيك. ده ريش نقدر نستفيد منه بيه. وممكن كمان نعمل منه مفارش اللي هي الحاجات برضو، بس هي بتبقى المفروض ان سوقها الاول كان عالي جدا. يعني السعر بتاعه كان دلوقتي احنا ابتدينا ان احنا نقلل في التكلفه بتاعته. ان هو ممكن حد يعني الاول زمان يقول لك انت نايم على ريش نعام. ده حقيقي ده مسألة بالظبط. لان هو ريش النعام من الحاجه اللي هي يعني مريحه جدا. دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نستخدمها في اللحاف، الخدديات، الريشات بتاعت التنظيف بتاعت المنزل. طبعا كل زوجه بتبقى مهتمه قوي بالحاجات دي، لان هو الريش بتاع النعام افضل حاجه تقدر تزيل الاتربه. وممكن يعني سريعا سريعا يمكن التتر على الهواء دلوقتي زي ما مخرجي بيقول لي. لكن عايز اسمع منك رساله اخيره كده للدكتور احمد سمير وزير التجاره والصناعه. محتاجين ايه من الدوله تقدر تدعم بهذا القطاع؟ احنا محتاجين الاستفاده القصوى من كل حاجه في النعام. احنا بنتكلم على جلود، على ريش، على الجلود. دلوقتي الجلود دي يعتبر تاني افضل جلود في العالم بعد جلد التمساح. ودول معينه دلوقتي مثلا امريكا بتستفاد من الجلود دي، وافريقيا لان هي الموطن الاساسي بتاع النعام الافريقي. اكبر مصدر للجلود بتاع النعام في العالم كله، وده بيدر عليهم برضو عمله صعبه وفيره جدا. باشمهندس خالد، يمكن انا عارف ان حلقتنا النهارده حلقه بسيطه وموجزه. ربنا يبارك. انا بشكرك مع وعد للمشاهدين ان شاء الله تكون ضيفي الحلقه الجايه ان شاء الله. هنكمل بعض التفاصيل لان احنا محتاجين نتكلم بشكل تفصيلي اكتر. ده شرف لينا. يمكن احنا شرحنا النهارده نعام وكيفيه الاستفاده منه، ولكن الحلقه الجايه انتظرونا وحديث مهم عن احتياج هذا القطاع من الدوله. بشكرك جدا. شرفني يا فندم. بشكر مشاهدينا في كل مكان. نرجو ان نكون قد افدناكم، على امل ان التقي بحضراتكم في نفس الموعد الاسبوع المقبل ان شاء الله. تحياتي محمد طاهر.